أتدري على ماذا طلعت الشمس؟ طلعت على القارات السبع والبحار والمحيطات، طلعت على الجبال الراسية والممالك العظيمة والقصور المذهبة، طلعت على عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وعلى ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، طلعت على قصر بيزا وبرج إيفل ومتحف اللوفر وتاج محل والحدائق المعلقة، طلعت على عروق الذهب ومعادن الجوهر وكنوز قارون وثروات العالم القديم، طلعت على البشر، طلعت على أرواح الملوك ونفوس العلماء وهمم الشعراء وابتسامات الأطفال الجميلة، طلعت الشمس على كل شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير من كل شيء، خير من أحلامك وأهدافك وتطلعاتك، خير من خططك وطموحك وشهاداتك. إذن الآن قلها واحصل على الشيء الذي هو خير لك من كل شيء.